الألف أغنية الأبجدية حان وقت غناء الأحرف بالترتيب تتبع الكلمات والله يا أمالي أهم إشي الدراسة يعني الدراسة مثل ما قلت لك أنا عندي بنت عمرها 10 سنوات ما تعرف لا تقرأ ولا تكتب ولا إشي يعني كل ما أشوف الأولاد بتكون تبكي يعني من كل ما عندهم محبة عندهم محبة كثيرة إنه يلعبوا بيطلعوا على الأولاد يعني بس هني ما متهيل إشي هلا من كتر ما هم حابين إنه يمسكوا الجوال ويلعبوا والله أنا يعني فرحانة كثير إلهم يعني هيك شايفهم يعني أولادي يعني كثير مبسوطة إلهم والله